بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الإسلام أن تدخل فيه قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكما أنت مطالب بالشهادة الأولى أنت مطالب بالشهادة الثانية، فلا يصح لك إسلام إلا بالشهادتين معا. وما زال في شرع الله عز وجل هذا الارتباط بين توحيد الله عز وجل وإثبات النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك في الأذان، في الإقامة، في كثير من الشعائر التي نعرفها. وعانى النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله بمكة معاناة شديدة، وكابد المشركين مكابدة عظيمة، فصبر وصابر وجاهد وجاهد حتى نصره الله عز وجل وأبقى دعوته رغم كيد الكائدين. والنبي صلى الله عليه وسلم داع يدعو إلى ربه، ولذلك قال ربنا عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام داع إلى الله، داع إلى الله. فكل ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم يفعل بالدعاة الذين ينتهجون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أخبر به ورقة بن نوفل عندما تمنى أن يكون شابا يافعا عندما يخرج المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال أو مخرجي هم، إن أهلي من أهل مكة يحبونني ويلقبونني بالصادق الأمين، هل يخرجونني؟ فقال ورقة بن نوفل وكان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب العبراني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات بعد ذلك نوفل، ورقة بن نوفل. فسنة الله عز وجل مع الدعاة إليه أنهم يقعون في البلاء فيصبرون ويحتسبون، والله تبارك وتعالى يدفع عنهم ويحميهم وينصرهم ويكلأهم، ولكن هذا كله بعد البلاء والاختبار. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فالفتنة ماضية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهر بالدعوة في مكة، وعندما جهر التفت إليه المشركون ليضطهدوه ويتهكموا عليه وليصل أذاهم إليه صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نعرف كيف عصم الله عز وجل نبيه من بطش المشركين، وكان من أشد الناس بطشا وكرها للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأبي جهل. فعندنا قصة تبين لنا جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادته، وتبين لنا كيف أن الله تعالى عصمه ليكون في ذلك سلوانا لكل من سلك هذا السبيل إلى الله عز وجل. وهذه القصة أخرجها الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ انظر
يسمي الصلاة تعفيرا للوجه، يسميها يعفر، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ سبحان الله. قيل لبعض الذين لا يريدون الدخول في الإسلام: لماذا لا تصلون؟ قال: لا نصلي لأن الرأس تكون أعلى من المؤخرة. سبحان الله. فيرى في ذلك استهجانا، لا يحب أبدا ذلك الأمر. ولكن أنت تفعل ذلك لمن؟ تجعل رأسك منخفضة لمن؟ لله عز وجل. فإن الصلاة خضوع لله وتعظيم لله عز وجل. ولذلك الذي يدخل في الصلاة فلا يعظم ربه ولا يخشى ربه، فإن صلاته لا تكون محسوبة طيبة زكية طاهرة مقبولة عند الله عز وجل. بيقول أبو هريرة: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: ثقيل. نعم إنه يصلي ويظهر صلاته بين الناس. انظر إلى هذا المسلك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخفي عبادته ويخفي دينه لم يحاربه أحد. خليك في نفسك واخفي عبادتك ودينك وخليك بينك وبين ربك، ما فيش مشكلة. لكن أن تظهر دينك وأن تظهر هديك وأن تظهر عبادتك، هذه المشكلة. لأن الناس سيقتدون بك ويتأثرون بك، إذا لابد أن يتخذ معك الإجراءات التي تمنعك وتحول بينك وبين ما تريد. هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم. قال أبو جهل: واللات والعزة. انظر، حلف بغير الله لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله وإلا فليصمت أو ليسكت. قال: واللات والعز. إذا لا يجوز أن تقول والنبي والمرحوم والغالي وحياة أبوك، هذا كله مما لا يجوز. من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال ذلك الرجل الكافر أبو جهل: واللات والعزة، الواو والقسم، واللات والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك، أي لئن رأيته يصلي في الكعبة، لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. انظر، إن رأيته يصلي لأطأن رقبته برجلي، أضع رجلي على رقبته وأضغطها ضغطا شديدا، أو لأعفرن وجهه في التراب. هذا يعني شدة وغلظة وعدم مراعاة لما ينبغي أن يكون. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأتى ليصلي، فبينما هو في صلاته أتى أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يزعم أنه يطأ على رقبته، وذهب أبو جهل يفعل ذلك، يعني ذهب أبو جهل بالفعل حتى يطأ رقبة النبي عليه الصلاة والسلام برجله، فما فجئهم منه. طبعا أهل بقى قريش قاعدين في النادي حوالين الكعبة ينتظرون التهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبو جهل بقى يحط رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويضغط على هذه الرقبة، وربما يشتد الأمر فيضرب ويصلي، فينقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة يجلسون حول الكعبة فيضحكون ويطربون، ويكون ذلك حديث مكة أن أبا جهل ضرب النبي وهو إيه؟ وهو يعفر وجهه في الكعبة. الناس ينتظرون ذلك وينتظرون ماذا يصنع أبو جهل، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه. سبحان الله، ينكص أي يرجع إلى الوراء. إذا اقترب أبو جهل صلى الله عليه وسلم عشان يضع رجله على رقبته، والناس ينتظرون ما الذي سيحدث، ففاجأهم أن أبو جهل يرجع ينكص على عقبيه. العقب اللي هو العظم، مؤخر القدم، وعظمة العقب هذه أعظم عظمة موجودة في القدم. يبقى رجع إلى الخلف على عقبيه، نكص على عقبيه مذعورا، ويتقي بيديه، يرجع الخلف ويتقي بيديه، يفعل كده وهو مذعور ويتقي بيديه،
فالذي يتقي يرفع يديه، يتقي بيديه، سبحان الله. تعجب الناس. قال: فقيل له: ما لك؟ ما الذي حدث لك يا أبا الحكم؟ دي كان كنيته في الجاهلية أبو الحكم عمرو بن هشام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه وكنه بماذا؟ بأبي جهل وفرعون الأمة. قيل له، قال له الناس: ما لك، ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. يبقى أبو جهل عندما اقترب منه عشان بقى يطأه، يطأ رغبته وهكذا، إلا حدث وجد خندقا من نار، نار، ورأى هولا مناظر مفزعة، ورأى أجنحة وهولا، فرجع يتقي بيديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني. شو بقى يا إخواني، اسمعوا أمة الإسلام، كيف أن الإنسان إذا كان بالله عز وجل كان قويا لا يستطيع أحد أن ينال منه. ما تقولش إن هذا رجل ضعيف، لا، تقوي جدا. قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. يبقى لو اقترب أكثر من كده كانت الملائكة هجمت عليه ومزقته إربا إربا، مزقته إربا إربا، ولذلك رجع ومذعور ويتقي بيديه. قال أبو هريرة: فأنزل الله عز وجل: لا ندري، في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، قال: فأنزل الله تعالى قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى، ده بقى في أبو جهل بقى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، سبحان الله، يصلي يتهكم عليه ويسخر منه ويريد أن يضربه يصلي، أرأيت إن كان على الهدى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ المسلم لابد يعلم بأن ربنا مطلع عليه، مطلع عليه. إذا غفل المسلم عن ربه فإنه من أخسر الناس، من أخسر الناس، إذا جهل أن الله مطلع عليه، إذا لم يخش ربه فهو من أتعس الناس ومن أشقى الناس، لأن الله تعالى لا يوفقه أبدا. ألم يعلم ألم يعلم هذا الكافر بأن الله يرى؟ كلا، 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 لئن لم ينتهي ذلك الكافر لنسفعا بالناصية. الناصية اللي هي رأسه من قدام أو شعره الطويل، لئن لم يفعل، إن لم يهتدي ويرجع عن هذا الضلال لنسفعا، أي نقبض على ناصيته ونكذبه بشدة إلى نار جهنم. وهذه ناصية، هذه الناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، فليدعو نادية، يدعو أصحابه وأحبابه، كل مجرم وكل باغي وكل متجرع على الله تجد له أصحاب. من أصحاب؟ إنهم البغاة والظلمة والمجرمون مثله، فإن الطيور على أشكالها تقع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. فلابد كل إنسان أن ينظر لخليله، وذلك قال: فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم أصحابه، فلينظر أحدكم أصحابه، إن أصحابه الذين يجلسون معهم في النادي يريدون أن تكون ليلة، ليلة الضحك والاستظراف. فالله تبارك وتعالى يهدده بالملائكة الذين يعذبونه في نار جهنم، وعندئذ من الذي سينفع؟ أصحابه. قال الله عز وجل: فليدع نادية، أي أصحابه في النادي. سندعو الزبانية، أي نار جهنم، زبانية جهنم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فنستفيد من ذلك أن الإنسان لابد أن يكون معتصما بالله، محبا لله، خائفا ربه عز وجل، يوقن بأن الله تعالى معه، يسمعه ويبصره ويراه ويعلم شأنه كله. ولابد أن يعلم أنه إذا اتقى الله وكان ورعا تقيا وليا لله عصمه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا إلى الطاعات والعمل، وأن يأخذ بأيدينا إلى صالح العمل. وصل اللهم وسلم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. كم دقيقة؟